دكتور شريف، اهلا بيك. اهلا بيك، اهلا بيك. يعني عايزين كده نعرف اخر نشاطك في كسفير النوايا الحسنه وكبحثك في الاسرائيليات، رساله الماجستير، يعني كده. رساله الماجستير نشرها اكتر مركز ابحاث دولي وهيتم ترجمتها قريب. ايه تاني؟ سافرت النوايا الحسنه وربنا يسهل بعد رمضان ان شاء الله في مؤتمر دولي هساهم فيه بمجموعه ابحاث اللي كانت بتتناول العلاقات المصريه الاسرائيليه من سنه 1948 ل 2014، وبعد العيد برضو باذن الله هبتدي في كتابي الثاني ان شاء الله. كتابك الاولاني اخباره ايه؟ يعني سمعت ان هو عامل صدى حلو جدا، اسرائيل تحترق يعني. الحمد لله هو متصدر مبيعات في مهرجان معرض الكتاب ومعرض مسقط وفي كذا مكان، كان في الامارات اعتقد بيست سيلر في اكتر من معرض، والحمد لله ربنا يسهل يعني، وفي طبعه ثانيه هتبقى قريب باذن الله. طب ايه المشاكل اللي في الكتاب؟ يعني سمعنا في مشاكل مع دور النشر او الشركه الموزعه. ليه كده يا احمد؟ انا لسه ما خدتش مستحقاتي من دور النشر ومركز الابحاث اللي كانوا معنيين بان هم اصدار الكتاب وبس، فهبتدي اشوف بالطرق الوديه الاول هل هيدوني مستحقاتي. لا هنبتدي نشوف الطرق الغير وديه. ايه حكايه الجميله التي طاردها المساعد اللي بنتابعها على صفحات الجرايد؟ لا هو كان موضوع صحفي معمول عني بان انا يعني الصدى عن الكتابات بتاعتي في اسرائيل ليها صدى مهم، وان اغلب الكتاب والسياسيين في اسرائيل ابتدوا يلتفتوا لقصه الصحفيه المصريه اللي بتكتب عنهم، فتكتب عنوان مجازي ان المساعد بيطاردني، لكن انا اللي بطارده في واقع الامر يعني. المساعد هيطارد، هيسيب كل اللي وراه ويطاردني انا. نورتينا صراحه. ميرسي جدا ليك، ميرسي.